جاي اقول لك هذا اول فوز لنوروز بوجود مدربهم جديد نزار محروس بعد استقاله ولي كريم. كابتن هم حتى نوروز مع ولي كريم نتائجهم طيبه جدا نتائجهم كل زيادة. والله العظيم اصلا مفاجاه استقاله يعني واحد من افضل ثلاث مدربين بالدوري العراقي نقطة راس سطر خلاص يعني هو ولي كريم يعني هو حتى اليوم من نجي المدرب السوري يعني ما غير بالتكتيك ما غير نفس الاسلوب بنفس الطريقه وهم من اللاعبين المستقرين صار تقريبا موسمين نفس اللاعبين نفس المجموعه اليوم من لعب وين ميناء يعني الميناء ما ملاقي فريق سهل حتى اليوم يريد نتيجه طيب يعني بس اكو شغله والله استوقفت هم من وين الثلاث مدربين الافضل سوى لي كريم واحد منهم بقول نحتفظ بهم اكيد المتصدرين قال ثلاثه قال واحد من افضل ثلاث مدربين بالعراق بالقياس بالقياس يعني بالمتصدر اذا يعني ايوب ومؤمن واضافه المدرب زاخو لا طلال بلال يعني نتائجه طيبه يعني وايضا يحسب الى دارك زاخو الوقت يداهمنا زاخو ايضا يحقق نتيجه مهمه على الكهرباء بثلاثيه مقابله يعني انا اقول لك اليوم انا شفت المباراه زاخو والكهرباء